الطريقة الصح للدخول من الباب، ما ينفعش وأنا داخلة أدي ظهري بالشكل ده، مش صح خالص. الصح وأنا داخلة زي ما احنا شايفين، أنا هدخل هسند الباب وأقفله بالراحة بإيدي التانية، مش هدي ظهري وهدخل وأسلم على الشخص اللي موجود. هي دي الطريقة الصح، إن أنا مديش ظهري وأنا داخلة من الباب.